والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم. ثم ما بعد، اكمال لسلسله 30 سبب من اسباب السعاده، ذكرنا سابقا كم؟ أربعة. وكفيت أنا أمس بالشيخ شيء خامس، سبحان الله، يقول وافق شن طبقة. فسبحان الله الشيخ أمس طلع وتكلم عن كيف تواجه النقد الآثم، فأسهب فيه وكفاني المؤونة، فكان هو السبب الخامس. اليوم حنتكلم عن السبب السادس، بس نذكر بالأسباب الأولى: فكر فكر واشكر، أدفع الماضي، يومك يومك، كيف تستقبل المستقبل أو استقبل مستقبلك. وكان عندنا آية من يذكرها في استقبل مستقبلك، اللهم صل على محمد، أتى أمر الله فلا تستعجله. اليوم عندنا، والسبب اللي ذكره الشيخ السبب الخامس اللي هو كيف تواجه النقد الآثم، اليوم عندنا السبب السادس اللي هو لا تنتظر شكرا من أحد، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عشان تحقق سعادة داخلية لا تنتظر شكر من أحد، دائما انتظر ثوابك من مين؟ من الله عز وجل. كثير منا ممكن إذا جاب خدمة سواها لأحد من أصحابه ده، طيب قول شكرا على الأقل، لا تقول حتى الكلمة هذه، لا تقولها. قد يكون حرصك على شكر الناس لك سبب في نقص أجر هذا الفعل اللي أنت قدمت عليه. باختصار شديد، الله عز وجل ولله المثل الأعلى، يسبغ علينا نعم ظاهرة وباطنة، وهذا كله نحن مقصرين في شكر الله على ذلك، فما بالك يعني بشكر الناس لبعضها البعض. أسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه ظاهرة وباطنة. أعطيكم الف عافية، وإياكم يا رب.